السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا في قناة أم أركان، قناة للأفكار التربوية. الموضوع ديال الفيديو ديال اليوم هو لعبة قرائية كتخص المستوى الأول بالضبط، من بعد فاش كيتمكن التلميذ من معرفة الحروف رفقة الحركات ومقاطع الكلمات. بهاد اللعبة مسلية كتخلق الحماس وكتغير من الروتين اللي كنقدموا به الحروف عادة. كما كتشوفوا المسائل اللي غادي نحتاج في هاد اللعبة بسيطة: أوراق بيضاء تكتب فيهم الحروف رفقة الحركات ديالهم كما كتشوفوا هنا، لو ع بي با هكذا، وانا لصقتهم بهذه الطريقه. بالنسبه للطريقه كيفاش لصقتهم، تقدر تدير اي شكل، غي خصك تراعي واحد المساله اللي هي بسيطه، ان الحروف ما تكونش متباعده، وبالتالي فاش غادي تطلب من التلميذ انه يكون واحد الكلمه ما تكونش مسافه كبيره اللي خصو يتمشى، يعني غير بالقفز. الطريقه باش كنخدموا هاد اللعبه، كنطلبوا من كل تلميذ، ومن الاحسن ما يدخلش الاستاذ التلميذ داك يسال التلميذ الاخر، ومثلا يقول لك كون لنا الكلمه التاليه، والتلميذ كيقفز من الحرف لحرف حتى يكون لنا الكلمه. ودابا غادي نشوفوا النموذج. كوني كلمه بلا لون. بلا لون، احسنتي، تري بيان. كون كلمه لعبه. لعبه، احسنت. كوني كلمه لعيبه.